العماد جوزيف عون مرشح جدي ليه؟ مدعوم من مين؟ أول شيء وممكن يكون رئيس بأي أصوات؟ أول شيء بس تفوت على الحربية وأنت ماروني أنت مرشح لرئيسة الجمهورية. اثنين، تجربة من فؤاد شاب للرئيس لحود الله يطول بعمره، لميشيل سليمان، لحتى جنرال عون اللي جاي من خلفية قيادة الجيش، تعطي حظ دائما لقائد الجيش يكون رئيس جمهورية. اثنين، قوة سياسية بس تشعر أنه جاي الفراغ بتصير تساير قائد الجيش، لأنه بتعرف بمرحلة الفراغ يكون هو حاكم أساسي للبلد، وعندك تجربة فراغ سنتين ونص وقت كان جان أهوج وتمام سلام، حكومة تمام سلام، والدور اللي بصير بيلعب الجيش، وبالتالي جزء من اللي بيرشحوا له أيدي الجيش اليوم بيكونوا عم بيكذبوا عليه بس ليقطعوا في مرحلة الفراغ، ووقت الاستحقاق الرئاسي بيرجعوا بينقلبوا عليه. لكن طريقه أصعب من طريق سليمان فرنجي اليوم. ليه؟ لأنه هو بحاجة لتعديل الدستور، بحاجة ل 86 نائب بيروح بعدل الدستور. أنا اللي بعرفه حزب الله والتيار الوطني الحر غير جاهزين اليوم مع قوة أخرى لتعديل الدستور من أجل الجنرال جوزيف عون، وبالتالي هو اليوم غير قادر على أن يكون رئيس جمهورية. برأيك هو غير محبب عند حزب الله؟ لا، كمرشح غير يعني ما رح يتجاوز حزب الله التيار بالاستحقاق الرئاسة الجمهورية من الآخر. ما رح يتجاوزه. اثنين، اوكي، هذا نقطة مهمة كثير، لأنه في كلام إنه بسيل إذا ما كان الرئيس بده يكون الناخب الأول أو ناخب أساسي. حزب الله ما رح يتخطى بسيل، بس هيدا كمان بعده مش واضح إنه فعلا حزب الله ما رح يتخطى بسيل ولا لا، لأنه هالمرة بيقولوا إنه نحن بالأول قدرنا يعني تم الجلسة وكل شيء، ولكن هذه المرة نحن ما قادرين نروح على فراغ. ست روزانا، بعد كلام المطران والحديث اللي بتسمعيه كل يوم عن الفدرالية وعن التقسيم وعن الشرقية والغربية وإسلام ومسيحية، حزب الله ما بيحمل يجيب رئيس جمهورية مين من كان رئيس الجمهورية بأربع خمس نواب مسيحية مع 60 نائب مسلم. ما بيحمل لا هو ولا الرئيس بري ولا حدا، لأنه الصبح تاني يوم رح يجي المجتمع المسيحي يقول لك مرسي وروفوار بطلنا. أنت ما فيك تجيبي رئيس جمهورية في 55-60 نائب مسيحي ضده بقلب هيدا الجو الطائفي المتشنج. اليوم في لاعب بالاستحقاق الرئاسي فرض حاله بكير، اسمه بكركي، مش هيك؟ وإذا بتراقبي اليوم إيقاع رئاسة الجمهورية فرض حاله ولا سارعوا على بكركي هروبا؟ لا لا، هو فرض. يعني نحن فجأة شفنا زيارات متتالية لزعماء يعني الموارنة، وكل حدا عنده طرح. فرض حاله لأنه الجو للأسف الجو جو طائفي بالبلد. اثنين، غبطة البطرك. شو مقترح بكركي؟ عنده مقترح ولا فقط يستمع إلى مبادرات؟ لكن بتسمع هيك بالإشارات أنه هو مع رئيس وسطي، والرئيس الوسطي اليوم بلبنان معروفين الأسماء يعني، بس مجرد يقول رئيس وسطي يعني بيكون قطع الطريق على جبران باسيل وسليمان فرنجي وسمير جعجع. ما هيك جو بكركي ما بيعطي إشارات، لأنه بكركي تتبنى زعامة سياسية. بالماضي الدورة الماضية بتذكري عمل لقاء المسيح الرباعي اللي فيه الدكتور جعجع، الأستاذ سامي جميل، الأستاذ جبران باسيل والأستاذ سليمان فرنجي، اجتمعوا أربعتهم ببكركي وطلعت مقولة الرئيس القوي ورحنا على الانتخابات. مش هيك؟ أمين جميل أو سامي مثل بعضهم. لا، اليوم مش هيك جو بكركي. جو بكركي بالعكس هو جو انقلاب على النسخة السابقة بموديل جديد بطبعة جديدة، هي أقرب للرئيس الوسطي. عنا عدة عوامل تشارك في انتخاب الرئيس، لكن هذا الجو المتشنج الإسلامي المسيحي يجعل أي رئيس مقبل يحتاج إلى أصوات مسيحية وازنة. الذي يؤمن هذه الأصوات المسيحية الوازنة اليوم بالواقع الأرقام كتلتين أساسيتين، تيار وطن الحر والقوات اللبنانية، ومن بعدها المستقلين إذا قدر الواحد يجمعون، والباقيين شفتي متيشرين يعني كل ثلاثة أربعة. حتى ما في كتلة سنية يعني وازنة. نحن كنا قبل في عنا تيار المستقبل، هيدا حتى خلل شوي بالحسابات. لا بس في كانت كمان عندهم مرشح، كانت الأمور تندار بطرق أخرى. بس في رأي عم بيحكي إنه اليوم في 8 نواب سنة عند حزب الله خلصنا، بس في 19 نائب سنة على القليل السفارة السعودية قادرة تجمع منهم 14-15 بالأرقام، وبالتالي هل السعودية سوف تدخل إلى استحقاق الرئاسي وتقول أنا عندي كتلة سنية من 14-15 نائب وتفوت على الساحة؟ هيدي كمان ورقة مخفية يمكن تفاجئ الرأي العام اللبناني على عكس ما هن مفكرين. يمكن السنة مش صحيح يروحوا مبعثرين، لا، يروحوا بكتلتين، كتلة مع حزب الله اللي هن 8 نواب المعروفين الأسماء، وكتلة من حوالي 15
لا 17، لأنه في على القليل نايبين رح يكونوا براطة أو ثلاثة، مع جو السعودي مع اسم مرشح معين. أنا تقديري الشخصي صفارة الاستحقاق الرئاسي تبدأ جديا عندما يحدد الرئيس نبيه بري موعدا لجلسة انتخاب الرئيس، بوقتها رح يصير مناورة. احنا كثير اقترب الموضوع استاذ سالم، كأنه نحن عم نطفش على الفراغ، متشارين رايحين على التشارين، والوقت ما في رئيس، مش مبين في رئيس جمهورية. يعني أنا ما بدي نقز اللبنانية، بس لا بدي أقول لهم إنه مش مبين هاي السنة في رئيس جمهورية، هاي السنة كمان مش مبين. اثنين بلش الحكي عن الحكومة، إذا بتعطينا وقت بعد شوي له علاقة بهالموضوع، يعني بلش ينقال بكواليس وعم بحكي لها معلومة مش تحليل. اليوم بده نحكي، بلش ينقال إنه لا يا عمي رايحين على فراغ، تعالوا نروح على الحكومة، وهلا بنحكي أكتر إذا بتحبي. نعم، بس بدي في نقطتين بعد بدي أخلصهم بالرئاسة. كان عم ينحكى بسليمان الفرنجي إنه ممكن هو يكون مرشح توافقي، على أساس إنه بالوقت السابق طبعاً الحريري يعني في صداقة كان معه، وليد جملاط ممكن يمشي فيه، بري بيمشي فيه، أيضا دكتور جعجع بفترة من الفترات كان في مصالحة ما كان في هالمشكل، فكان هو الحديث عنه أنه توافقي. هيدا الخيار انتهى، ما بقى فينا نقول فرنجي توافقي بلبنان، ما في شيء بينتهي بلبنان على فكرة أنه توافقي ما ينحسب مرشح حزب الله. الرئيس عون كان رأس حربي بالمحور، واخر شيء وصل كرئيس توافقي مش في دكتور سمير جعجع، مش في سعد الحريري، واساسا كان حزب الله معه وعمل رئيس جمهوريه. هل سيتكرر هذا السيناريو مع سليمان الفرنجيه؟ قد يتكرر، لكن انا مش شايف الدكتور جعجع وصل لسقف قادر ينزل عنه. جبران باسيل تارك نافذي لهذا الاتفاق، وليد جملاط تارك نافذي لهذا الاتفاق، حزب الله جاهز مع حركه امل. اما دكتور جعجع انا رايي لا، رئيس الجمهورية المقبل ما رح يجي مثل المرة الماضية 117 أو 110 نواب، بده يجي 70 75، لا مش على الحافة 65، لأنه 65 كمان خطرة. لا. إذا كانت 65 طائفية، يعني إذا كانوا 65 60 مسلم وخمسة مسيحية، عندك مشكلة بالبلد. لا. وبالقلب إذا كانوا 60 مسيحية وخمسة مسلمين، عندك مشكلة بالبلد. رئيس الجمهورية المقبل بده يجي بحدود 70 وبده يكون منوع، غير هيك نحن رايحين نكمل بالمشكلة بالبلد. طيب، ومش شايف حدا جاهز المرشحين مثل زياد بارود مثلا، بما انه فتنا بالحديث عن المجتمع المدني وهذا التغيير وما الى هنالك، ممكن يكون خيار مثل الوزير بارود او غير الوزير بارود ابعد من زعامات سياسية حل؟ في 350 او مش حل، عم ينحكى بهيك اسماء ولا فقط اللي لا في في 350 الف ماروني فيك تطلعي منهم على القليل. اليوم هلا انا فيها ادلك 35 اسم اذا رحنا على رئيس من هذه البروفايل او من هالصفات. عندك الشيخ وديع الخازن، شيخ وديع الخازن عنده صفه مارونيه، قريب للكنيسه، مقبول يمكن من الافرقاء السياسيين. عندك الاستاذ ناجي البستاني، صحيح امبارح خاض الانتخابات وما توفى، لكن عنده علاقة جيدة مع وليد جملاط، عنده علاقة جيدة مع كركي، وامبارح هو لعب دور أساسي برات الإعلام بموضوع المطران الحاج. اجتمع بالقاضي عيقي، اجتمع بمطران سياح مبعوث من البطرك، اجتمع باللواء إبراهيم، وفكفك هو المشكل بدون إعلام. نعم. عندك الوزير زياد بارود، عندك مروان شربل، وعندك لائحة بالطول، لكن هذه اللائحة لكي تصل يجب أن يخرج من السباق المرشحين المتقدمين سليمان فرنجي. بس ولا حدا من الزعامات الكبيرة حكى بأسماء بعد شخصية، يعني عندك عندك هلا بكرة احنا شو عنا سيناريوهات؟ عنا سيناريو أول يروحوا 8 أزار يرشحوا سليمان فرنجي، و14 أزار يرشحوا مشال معوض، وجلسة 2 3 4 5 10 اثنيناتهم ما يقدروا يوصلوا. قديش في احتمال يستسلموا ويقولوا تيار يرشح حدا من عندهم؟ يستسلموا ويقولوا في، عم بقول كذا سيناريو، يستسلموا ويقولوا يا جماعة لا تعالوا نروح على اسم وسطي وبحطوا الوسطيين. في رأي تاني بيقول لا، الناس أساسا ما راح تروح على الجلسة وما حدا راح يرشح حدا، وبالتالي نبقى معلقين. في سيناريو تالت لا، إنه يقدر سليمان الفرنجي يطبق جبران باسيل مع وليد جملاط مع أصدقائه بثماني أزار وحزب الله وحركة أمل، وبالتالي هو يأمن هلا عدد السبعيني ويأمن بالاتفاق الدولي النصاب. أوكي. تحت نحتاج إلى اثنين، النصاب وهو بيد الخارج، والأكثرية وهي بيد التفاهمات اللي حكينا عنها مطولا. أوكي. هلا نحن تقريبا فكفكنا أغلب الأسماء وأغلب الاحتمالات. في احتمال أيضا عالق من زمان
انه يكون الوزير الفرنجي هو التزام من حزب الله بلحظه التزام بميشيل عون دوره سنرشح ميشيل عون والدوره الاخرى سليمان الفرنجي، هل هناك التزام او دين اذا صح التعبير مثل ما كان يتسمى عند حزب الله بحاله الرئيس عون، في التزام من حزب الله بسليمان الفرنجي ولا هو مش ملزم لا سياسيا ولا يعني ساعة 10 و 8 دقيقة 16 آب بهاللحظة حزب الله مش ملزم بحدا، مش ملزم، ما في التزام سابق، لأنه هيدي في لغط عند الناس كتير فيها ب إنه في التزام، بس أحسم على الهواء بكون يعني عم بلتزم تمام. بالآخر حزب الله مش بعيد، لا حتى هذه اللحظة ساعة 10 المساء و 8 دقيقة 16 آب مش ملتزم حزب الله بأحد. يتمنى حزب الله أن يصل أحد حليفي بالاتفاق مع بعضهما البعض، يعني سليمان فرنجي وجبران باسيل، لكن التمني شيء وأرض الواقع شيء. مثل ما هي تركيبة مجلس النواب، مثل ما هو الخطاب السياسي، مثل ما هو الخطاب الطائفي، أنا مش شايف رئيس للجمهورية لا من 8 ولا من 14 ولا من اللي بيسموه، لأنه مجتمع المدني عندك سيرين اسم الله مثل الايفون، يعني كل شوي بينزلوا لك واحد جديد. في عندي كذا فيرجن، يعني بدك تشوف اي مجتمع مدني، مجتمع مدني المربي دقن ولا المجتمع المدني لابس جرافات ولا المجتمع المدني الفرنساوي ولا المجتمع المدني الامريكاني ولا المجتمع المدني البيروتي الاصلي الحقيقي. عندنا كذا مجتمع مدني، وشفناه هون امبارح شيء قاطع وشيء اجتمع وشيء صرح وشيء حتى باستحاء تسميه رئيس الحكومه، شيء سمى نواف وشيء سمى الحلاب وشي سمى ما حدا من الخارج استاذ سالم حرك الملف الرئاسي او مهتم تحديدا فرنسا على سبيل المثال الدول المهتمه تاريخيا. انا كنت بفرنسا من جمعتين بزياره عائليه، يعني اولويات المجتمع الفرنسي مش عنا، اولوياته الشتويه اللي جايه كيف بده يعيد عيد الميلاد وراس السنه مع كهرباء، مع دفا بلندن بتقري تقارير انه رايحين على تأمين كهرباء، يعني عم يرجعوا لورا. بألمانيا في نقاش جدي على تعديل القوانين لاستعمال الفحم الحجري اللي هو ملوث للبيئة، وعاملين قوانين لعدم استعماله وبدون يرجعوا يستعملوه ليعودوا الطاقة الروسية. بقلب هذه اللحظة الاشتباك الأوكراني الروسي، وأوروبا معرضة تنقطع من الكهرباء، وكنت عم بقرأ أرقام أنه أسعار الغاز تضاعفت 700 مرة بدول و500 مرة بدول، أنه رح يقعد يفكروا فينا وبمدري مين وشو قالوا. وين نحن؟ نحن منفتكر نحن وقاعدين بنشرة الأخبار إنه نحن الكون كله ومحور هذا العالم وكل العالم، يعني ما بينام بايدن بالليل هو بوتين قبل ما يطمنوا، هذا بيطول عمر الأزمة كمان، هذا مش صحيح، بالعكس هذا بيطيل عمر الأزمة. ولهيك في نقاش بالساعات اللي مرقت قبل الحلقة كان، تعالوا يا جماعة بركي نعمل حكومة لهيئة الفراغ مطول. أوكي.